بالنسبة للسؤال، وده هينطبق برضو في مسألة المنزل يا صاحبة سؤال الست أم مريم. السؤال الثاني ان هي في يوم شكت ان اتعمل لها سحر لانها حصل لها تشويش ولخبطه، وبعد كده بتقول انه راحت لحد هي مثقفه دينيا، بتقول نصحتها بان امورها لما بتتعرف بيحصل ان احوالها بتقف وبيحصل لخبطه، وبعد كده اوصتها بقراءه الصفات وقاف وبعض صور القران الكريم. والسائله بتقول انا لما قرات هذه الصور حسيت ان انا انضبطت ورجعت مره تانية. فبتقول لها هو الموضوع ده كان بسبب مس عاشق. يعني بغض النظر عن التوصيفات الملخبطة دي، اللي احنا بنفهمه ان خذ من القرآن ما شئت لما شئت، وان انا اروح بشأن ان انا اسأل حد انا معتقدة انه متخصص مش عارفة انه دجال، انا رايحة لحد انه متخصص قارئ له في هذا المجال بعلم مش دجل. ففي الحالة دي انا ما ينطبقش عليا الحديث اللي مخوف حضرتك. وطالما انها بتنصح انه الانسان يحصن نفسه بامور شرعيه، هي ما قالتلكيش خدي الحجاب ده ولا خدي، لا هي اوصتك بقراءه بعض صور القران بنيه الشفاء، فلا حرج فيما فعلتي. والاولى للانسان المؤمن انه دوما يحافظ على التحصينات الشرعيه على الدوام، اذكار الصباح اذكار المساء، اما يحس بعض الامور يقرا القران بنيه الشفاء، وده أمر مهم المؤمنين والمؤمنات يخلي بالهم ينتبهوا إلى ذلك، يتعلموا التحصينات ويعلموها أولادهم يا صاحبة السؤال. ودوما نستغفر الله من الحاجات اللي الإنسان بيعملها عمدا، أو الحاجات اللي الإنسان بيعملها وليست لديه نية الخطيئة فيقع فيها بالخطأ أو بالسهو. وإحنا تعلمنا في خواتيم سورة البقرة في الدعاء العظيم اللي في خواتيم سورة البقرة إن الإنسان بيستغفر الله ويسأله الرحمة والمغفرة فيما تعمد فعله وفيما أخطأ في فعله. والإنسان ممكن يقع في ارتكاب الخطيئة بالخطأ وليس بالعمد. وعلى كل حال علمنا الله تعالى أن ندعوه بهذا الدعاء عشان يشمل كل تصرفاتنا اللي تعمدنا فيها أو لم نتعمد فيها، فنقرأ ده في دعاء خواتيم سورة البقرة.